المهم هاد الناس هادو خديت النمره ديالهم وهضرت معاهم في الواتساب على اساس انا وحده مني من الشعب، ما قلت لهم لا شكون انا لا حتى شي حاجه. هضرت معاهم باسم زهره على الاسم ديال السيده اللي معايا في الدار، جاي الخضار في الدار داكشي اللي جابوا لي. هذا الخوخ مسوس خامج مدود، المعامله زيرو. قلت لاختي الباكرا ناقص، قالت لي اولا ميسا موريس كيف نتوما؟ مزيانين بخير، كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت باش نهضر معكم في واحد الموضوع او نعاود لكم واحد القصه وقعت لي اللي نتوما تستفدوا منها وباش ما يديروهاش بكم كما داروها بيا انا. المهم هذه واحد 24 يوم كنت كندور في انستغرام وانا نلقى واحد الصديقه ديالي دايره الدعايه لواحد الناس اللي هي سميتها خضار في الدار، اللي هما كتطلب من عندهم اي حاجه بغيتو من خلال الواتساب ولا انستغرام وكتصيفط لهم العنوان وكيجيبوا لكم داكشي حتى للدار. المهم هاد الناس هادو خديت النمره ديالهم هضرت معاهم في الواتساب على اساس انا وحده مني من الشعب، ما قلت لهم لا شكون انا لا حتى شي حاجه. هضرت معاهم باسم زهره على الاسم ديال السيده اللي معايا في الدار وعطيتهم النمره ديالها وكل شيء. ما علينا، قلت بعدا اول حاجه الانستغرام عندهم، اخترت الباك الاول الباك الثاني، اخترت شي حاجات كما كايناش في الباك خارج الباك تا هما زعما صورتهم صيفط لهم. دخلت عندهم الواتساب صيفط لهم داكشي اللي بغيت، السلام عليكم اسيدي هادشي اللي بغيت يوصلني للدار، فوقاش بغيتيه؟ بغيتو غدا. صافي عطيتهم العنوان ديالي، عطيتهم السميه ديال السيده اللي معايا والنمره ديالها. المهم انا غنحط لكم الكونفرساسيون، نحط لكم داكشي وعاد نكمل لكم من بعد شنو وقع. المهم صيفطوا لي لا فاكتور كانت فيها شي 464 قلت لهم اوكي صافي. ملي كنت خارجه خليت السيده اللي معايا الفلوس وقلت لها هما غيجيبوا لك السخره باش تخلصوا. خرجت انا ما كنتش في الدار، ملي جيت كنشوف داكشي الخضار في الدار، داكشي اللي جابوا لي، داكشي كنشوفو شان نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعما الا كان داكشي اللي شفتو انا عند صاحبتي في الدعايه شيك شوب راه ماشي داكشي اللي كانت حاطه هي، داكشي اللي كانت حاطه هي ما شاء الله تبارك الله كيحمق، يمكن حيت عارفينها عاد صوروا عطاوها داكشي وتهلاو فيها. اما داكشي اللي جاني انا راه ما نقدرش صراحه نصور لكم، ولا بعدا الخوخ مسوس خامج مدود حشاكم. وبعدا الماندالين جابوه لي انا طالبه العنب، ملي قلت لهم انا ما طلبتش الماندالين جايبين لي الماندالين، قال لك احنا جبنا لك بلاصتو العنب. وبعدا الماندالين جابوه لي انا طالبه العنب، ملي قلت لهم انا ما طلبتش الماندالين جايبين لي الماندالين، قال لك احنا جبنا لك بلاصتو العنب. على الاقل هذه اول حاجه كانوا يقولوها لي، يقولوا لي راه ما عندناش العنب باش انا نطلب ديك الساعه بلاصه العنب اللي بغيت، ولا نقول لهم ما خصني والو جايبين لي بلاصتو الماندالين. ثم بقى ماندالين قاصح خضر ضرب به شي واحد يتفلق. صراحة المعاملة زيرو، المصداقية ما كيناش مرة. داكشي اللي شفنا اللي كنشوفو الناس دعاية 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 وصدعوا لنا راسنا بهم. انا كنقول لكم نتوما باش ما ديروش الغلط ديالي باش تمشيو تطلبوا منهم، طلبوا منهم واحد الحاجة اللي ما كيعملوش الناس الشعب بحال الناس اللي معروفين. حيت انا كنت كتبت لهم من الكونت ديالي ولا كتبت لهم وقلت لهم انا فلانه كانوا غيتهلاو فيا وغيجيبوا لي داكشي مزيون. علاش؟ حيت كيهمهم التصاور، يهمهم نصوروا داكشي مزيان. اما انا ملي هضرت معاهم على اساس انا وحده مني من الشعب جابوا لي داكشي خامج، داكشي حشومه اصلا وان بلوس ناقص، ماشي داكشي اللي طلبت. يعني هما جابوا لي داكشي ناقص وتخلصوا بالزايد، يعني فهمت؟ سطه حشومه. شوفوا راه اي وحده من من من, من من بنات الشعب ديروا لهم هكا راه ما يعجبهمش الحال. ولكن انا ملي درتو لي هكا انا جيت باش نهضر باش نعرف الناس نتوما شنو كتسواو، فهمتيني؟ حيت لان انا باقي غنصيفط لكم كونفرساسيون، ماشي هادشي اللي كاين. علاش؟ حيت لان ملي قلت لاختي الباك راه ناقص حيت مؤخرا عرفت بلي البنت اللي كتهضر معايا حيت كتهضر معايا اوديوات، قلت لاختي الباك راه ناقص، قالت لي بصح هو اوكي ماشي مشكل انا هاد اليومين نجيبو لك. وانا درت ديك القضيه ديال تبع الكذاب حتى لباب الدار، وليت كل نهار نكتب لها اختي راه ما جابوا لي والو، عاوتاني دوز نهار يومين عاوتاني نكتب لها اختي راه ما جابوا لي والو، عاوتاني عندي كلشي بالدليل. نصيفط لها. المهم بعد المره تجاوب، بعد المره ما تجاوبنيش، بعد المره تكتب وتمسح، بعد المره
تقول لي عندنا شي مشكل حقاي هاد اليومين ما كيناش كذا ما كيناش كذا. مهم اخوتي وياكم انكم تثقوا في هاد الناس هادو ديال خدار في الدار انهم يجيبوا لكم شي حاجه حتى للدار. هزوا فليساتكم وسيروا عطى الله اسيمه وعطى الله الاسواق وعطى الله بزاف ديال الحاجات اللي تسخروا راسكم وتعرفوا راسكم شنو تجيبوا. اقسم بالله لكل شيء خامج من غير ما نكذبش عليهم من غير البانه اللي كان واعر جابوه صراحه مزيون لا في المذاق ولا في الشكل ولا في كل شيء، ولكن الباقي كل شيء حالته. الاناناس شارف، شني اسمه المندالين قاصح، لواحد المونك خامج، بعدا الخوخ حتى هو خامج. دابا المشكله انا ما بقاش في ديك 200 درهم اللي خداو زايده ولا 150 درهم اللي خداو زايده وجابوا لي ديك الشيء ناقص، راه ماشي هادشي اللي بقى فيا. بقات فيا المعامله اللي نتوما اصلا واخدين بالزايد ياك، وجايبين لي داكشي بالناقص اون بليس حالته. كون كان شي حاجه تحمر الوجه بعدا نقولوا ماشي مشكل، نتوما جايبين داكشي حالته وجايبين ناقص ومخلصين بالزايد. وكنهضر معاكم في الواتساب كنقول ماشي مشكل نتبع الكذاب حتى لباب الدار، كتاخذوا لي لقد عقلي حقه واخا حقه بعدو غدا كذا 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 كذا. راه اقسم بالله العلي العظيم ما عندكم مصداقيه زيرو، كتضحكوا على بنات الشعب. اقسم بالله هاد الشيء اللي درتوه حالته، وزعما كتمشيو كتعملوا الدعايات مع الناس اللي معروفين باش تعرفوا على ظهرهم وباش تضحكوا على ولاد الشعب. راه حشومه اقسم بالله العلي العظيم. كون كان على الخضره ولي مزيان ويحمر الوجه والله ما نهضرش، ولكن حشومه. راه ما بقاتش في ديك الفلوس اللي ديتو زايدين، راه بقات في داك الشيء اللي جبتو حالته. وكتضحكوا على فيما ندخل لاي بلاصه التيك توك نشوف عباد الله دايرين لكم الدعايه، راه كتكذبوا على الناس. راه هادوك الناس اللي معروفين وكتعطيهم الخضره وكتعطيهم داك الشيء، راه كتعطيهم داك الشيء مزيان حيت عارفين راسكم غتصوروا، حيت عارفه مطيشه ديالكم غتصور. عارفه انا داك الشيء ملي شفته في التصاور قلت هاد الشيء راه واعر ورخيص، هيدا لهاد الدرجه راه واعر، علاش حتى انا نطلب مني من الناس؟ ولكن ملي شفت هادشي والله ما تستاهلو، اقسم بالله ما تستاهلو. عندك شي واحد ياخد من عندهم شي حاجه، اقسم بالله العلي العظيم. لا كيضحكوا على الناس، كيضحكوا على الناس. وهذوك الناس اللي كتشوفهم معروفين كيصوروا داكشي، راه كيجيبوا داكشي غير باش يصوروه يبينوا لكم بلي هو واعر باش يبيعوا. هذوك ماشي كيضحكوا عليهم، راه كيعطيهم داكشي واعر بصح، حيت مساكن ملي كيشوفوا ديك الخضره وديك اللي فخوي هكاك مزيوان وهذا كيقولوا هاد الشيء واعر يستاهلوا انني ندير لهم الدعايه. ولكن ولاد الشعب كيضحكوا عليهم، راه ملي كتعيطوا لهم وكتصيفطوا لهم في الواتساب جيبوا لنا كذا كذا كذا، راه ما عندهمش المصداقيه. عندهم الخضره خامجه، الفواكه خامجين، وكيجيبوا داك الشيء ناقص، ما كيجيبوش داك الشيء كامل. يعني انت الا كان عندك الضياف ولا عندك شي حاجه وتسالنا، ما تعولش عليهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، ما تثقوش، اقسم بالله ما تثقوش. كون كانوا مزيانين والله ما نطلع لهنايا للستوريات ديالي ونعطيهم قيمه اصلا، حيت والله ما يستاهلوا. قال لك خضر في الدار، سير اختي الاسيمه ولا سير للسوق، اش من خضر في الدار؟ راه الزواق والفاكتور وكذا وكذا وكذا، وكيتنزعوا على بنادم اللي زعما الناس بروفيسيونيل وكيخدموا بروفيسيونيل. ايوا والخضره واللي فخوي وداك الثمن اللي كتاخذوا زايد وتجيبوا الخضره ناقصه، حتى هما بروفيسيونيل. برك ما تكذبوا على الناس، برك ما تنصبوا على الناس. نصابر بعد نصابر، النصب والاحتيال، اقسم بالله العلي. كانوا هادوك الناس اللي داروا لكم الدعايات كيعرفوكم على حقيقتكم، انا مأكده والله ما يحطوكم، اقسم بالله ما يحطوكم. ولكن انا حطيتكم بوجهكم حيت نتوما ما تستاهلوش، اقسم بالله لربعه النصابه. وانا غنكمل لكم اخوتي الباقي ديال الكونفرساسيون اللي كان بيني وبينه، انا غنحطها لكم في ستوريات وباش تاكدوا وباش تعرفوا. وشكرا. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.